طبعا ابعد عن انه انت اذا شفت بوست او شفت اعلان وظيفي على اللينكدين او باي مكان في الكوكب انك انت تكتب انترستد او بليز ريفيو ماي مش عارف شو. ما حدا لا راح يفتح البروفايل تبعك ولا راح يمكن يشوف اصلا الكومنت تبعك تبع انترستد، لانه صارت الاونلاين بلاتفورمز كلمه انترستد باي بوست عم تنحط. فنحن ما عم نتطلع كثير على موضوع انترستد او مش انترستد، بقدر ما انه احنا بنكون كاتبين لك معلومات في البوست ضروري انك انت تقراها وتعمل اللي موجود فيها. مرحبا جميع، ده مصطفى، فيديو جديد نو مور، خلينا نعرف اكثر. اليوم هيك بدي ادردش معاكم دردشه بسيطه عن بوست انا قراته على الفيسبوك، وهذا البوست كان في حدا قاعد بيسال على واحده من الجروبس عم بيحكي لها. يعطيكم العافيه، تطبيق لينكدين كيف ممكن نستغله حتى نلاقي وظيفه؟ حدا استفاد وكيف وفيدونا يا ريت. هلا من الكومنتس اللي عم تيجي، مثلا اول كومنت كان بيحكي انا اشتغلت عن طريقه في الامارات، وفي كومنتس كانت عم تحكي انه لا ما في ناس رح تستفيد منه غير تكون خبره 5 أو 6 سنين اقل بوست. فكانوا عم بيحكوا انه انت ممكن تدور على اتش ار مانجرز، ممكن تدور على مانجرز، ممكن تدور كمان على ناس في مجال تخصصك، فممكن انهم هم يفيدوك او يساعدوك، او لما يكون في اعلان في شركتهم للوظيفه انه هم يحكوا معك ويقولوا لك انه في هاي الوظيفه. في ناس حكوا انه هذه افضل بلاتفورم للتوظيف، انت لازم يكون لك عليها اكاونت. في ناس حكوا انه شو فائده بناء علاقات تعرف اذا ما في خبره تشتغل بناء عليها الا عاد اذا في واسطه. هل انت استفدت او انت استفدتي من هذا الموقع؟ فزاد النقاش، كانت الناس عم تناقش، ناس بتشجع او بتحكي انه اللينكدين موقع مفيد، وناس عم تحكي انه لا هو موقع معايدات ومباركات، راح يجيك نوتيفيكيشن يقول لك بارك لفلان فلان له 3-4 سنين في الوظيفه الفلانيه، بارك لفلان فلان لاقى الوظيفه الفلانيه، بارك لفلان مش عارف شو. اللي انا بدي احكيه حكيته في فيديوهات كمان قبل هيك، حكيت لك انه انت اذا انت بتشتغل او بتدور على وظيفه او ليتر اون بعد 200 سنه ضوئيه راح تضطر انك انت تدور على وظيفه، فلازم انك انت تستغل السوشيال ميديا بلاتفورمز في انك انت تسوق لحالك على الوظيفة اللي انت بتشتغل فيها والمهارات اللي انت موجودة عندك، وتشتغل على مهاراتك وتطورها وتعرف الناس انك انت بتعمل اكس وواي وزي، لانه غير هيك ما حدا راح يقدر يعرف عنك، وراح تضلك تدور على موضوع الواسطة اللي هي اصلا مش موجودة عندك واللي ما راح تلاقيها، وراح تضلك تندب بحظك وتدور على الشغل بالطرق التقليدية اللي انت اصلا مش قايم من البيت كمان يمكن انك انت تروح تدور على الوظيفة. والناس كمان بطلت اصلا بالطرق التقليدية ان هي تستقبلك، تيجي انت تدور من الشركة او تدخل على الشركة تقول لهم انا بدي ادور على وظيفة، راح ياخذوا منك CV عادي، راح يحطوهم كمان معهم في CV، بس احتمال وصول CV تبعك للناس المعنيين لما انت تروح بنفسك وتحطها عند الـ HR او تحطها عفوا عند الريسبشنست اقل من انك انت تواصل مع الناس اونلاين. هلا موقع لينكدين هو موقع ما بديش احكي سفاح خرافي احسن مكان انك انت تلاقي وظيفه، لا هو لا سفاح ولا خرافي ولا احسن مكان انك انت تنقي وظيفه، لكنه هو موقع مهم جدا 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 علشان انك انت تقدر تعرف اتليست عن الوظائف اللي بيتم الاعلان عنها. انا الي يمكن 8 شهور عم بوظف، بالثمان شهور ولا شخص وظفته فعليا غير عن طريق اللينكدين اجاني. يعني انا كانت الشركه عندي تنزل الاعلان على البيج تبعتها على اللينكدين وبس، على اللينكدين وينزل هذا الاعلان والناس تبلش يا تحط كومنتس يا اما عن طريق هذا البوست تعرف الايميل اللي راح تقوم بانها هي تبعت عليه السي في او الايميل تبع التوظيف اللي هي انترستد بهاي الوظيفه علشانها عم تبعت هذا الايميل. وخلال الثمان شهور انا بتخيل العدد اللي وظفته يمكن 8 أو 9 اشخاص عن طريق اللينكدين، وكانوا من عدة دول، ناس جوا دولة قطر وناس من برا دولة قطر، سواء من الأردن أو من الهند أو من أكثر من دولة حسب البوزيشنز أو حسب الناس اللي كانوا مناسبين للبوزيشنز اللي أنا بشتغل عليها. فاللي أنا بدي أحكي لك إياه إنه مش بس اللينكدين هو المكان اللي أنت راح تدور عليه، لكنه اللينكدين إتسلف موقع يعني خصب، أو خلينا أحكي بيئة خصبة بوجود وظائف اكيد في المجالات اللي انت بتدور عليها. لكن انت كشخص بدك تعرف كيف تستفيد من موقع اللينكدين. بدك تدخل على لينكدين، تظبط البروفايل تبعك، تعمل السي في تبعك اكيد، تعمل كل الفيلدز اللي مطلوبه في لينكدين انك انت تعبيها بطريقه صحيحه. ما راح اقعد احكي لك بروفيشنال ومش بروفيشنال، انك انت تكون سفاح وانك طريقتك عبيها بطريقه تعكس شخصيتك والشغل اللي انت بتشتغله. اذا انت راضي عن هذا العرض الموجود على هذا البلاتفورم ذات مينز انه ات ريفلكتس
فيو، واحنا ما بدنا اكثر من ان هي تعكسك انت بطريقه صحيحه 100%. وغير هيك اكيد انك انت تزود النتورك كونكشنز الموجودين عندك، ما يكون عندك 3-4 على اللينكدين انه تقعد تحكي ما انا ما استفدت من اللينكدين، لا بده يكون عندك 4,000 3,000 5,000 حتى لو ما بتعرفهم. حاول انك انت تعمل اتليست كونكشن نتورك موجوده عندك، انك انت لما حدا ينزل بوست الاعلان يقدر يطلع عندك هذا، او انك انت تقدر تشوف هذا الاعلان، فلان نزل اعلان او الشركه الفلانيه نزلت الاعلان فانت تقدر تشوفها. طبعا ابعد عن انه انت اذا شفت بوست او شفت اعلان وظيفي على اللينكد ان او في اي مكان في الكوكب انك انت تكتب انترستد او بليز ريفيو ماي مش عارف شو، ما حدا لا راح يفتح البروفايل تبعك ولا راح يمكن يشوف اصلا الكومنت تبعك تبع انترستد، لانه صارت الاونلاين بلاتفورمز كلمه انترستد باي بوست عم تنحط. فنحن ما عم نتطلع كثير على موضوع انترستد او مش انترستد، بقدر ما انه احنا بنكون كاتبين لك معلومات في البوست ضروري انك انت تقراها وتعمل اللي موجود فيها. يعني انا مرات بننزل بوست احنا لوظيفه معينه بنطلب فيها شغلات معينه في هذا البوست ما بيلحقها الشخص اللي عم بيقدم على الوظيفه، يعني يمكن يبعث لك الايميل يبعث لك السي في ويحطه في ايميل فاضي، يمكن يبعث لك السي في ما يحط السبجكت تبع الايميل اللي انت حاطه. احنا في اليوم يمكن في ناس منا عم بيجينا على الايميل 100 و200 ايميل، فانت يعني قديش احتمال ان انا اقدر اشوف البوست تبعك او الايميل تبعك اذا هو مش محطوط فيه السبجكت اللي انا بدور عليه؟ يعني اذا انت مش حاطط لي سبجكت اللي انا الوظيفه اللي انا بدور عليها اكيد ما راح اشوف الايميل. اذا شفت ايميل جاي من شخص لا بعرفه ولا بشتغل معه ولا في اي مشروع انا وياه بنشتغل فيه مع بعض، والسبجكت اصلا اشي يعني فيك او بديش احكي فيك مش واضح، يمكن ما نفتح الايميل اصلا، احتمال ما نفتحه احتمال كثير كبير. فعشان تقدر تستفيد من كل هاي البلاتفورمز اللي موجوده بين ايديك سواء للتوظيف او للشغل او للفريلانسنج او لاي شيء انت بتدور عليه على البلاتفورم، لازم انت شخصيا تبين على هاي البلاتفورم وتعمل الشيء اللي مطلوب ينعمل على هاي البلاتفورم لحتى تجيك الفائده المرجوه من هذا الويب سايت او من هاي البلاتفورم اللي انت عم تحكي عنها، وما تستعجل الريزلتس لانه ما بتعرف متى راح تجيك هاي الريزلتس. فاللينكدين يس قدم عليه اعمل بروفايل، لازم يكون عندك بروفايل على اللينكدين، لازم يكون عندك بروفايل على البلاتفورمز المعروفه للوظائف اللي انت بتشتغل فيها زي المصممين المهندسين الفنانين، بده يروح يكون عنده اكيد مثلا بيهانس بروفايل، بده يكون في عنده انستغرام بروفايل، بده يكون اكتف على السوشيال ميديا بلاتفورمز لانه الناس هلا عم بتدور عليك بهاي الاماكن. اذا ما عندك هاي الاماكن فانت احتمالك اضعف من غيرك انك توصل للوظيفه اللي انت بدك اياها، وقس على ذلك كل التخصصات اللي ممكن تستفيد من هاي البلاتفورمز. وما في تخصصات بس انها والله الدراسه اللي بتستفيد، اذا انت مثلا دهين او اذا انت بنا حجر او اذا انت مثلا حداد نجار، ايش الوظيفه اللي تشتغلها ممكن انك تستفيد من هاي البلاتفورمز. اعرض شغلك في النجاره في الحداده في الدهان في البناء في اي شيء، اعرضه على البلاتفورم، اعمل كونتنت يرجع لك الناس تسالك بالشغل اللي انت بتشتغل فيه، وهذا لحاله تسويق لك واكيد راح يفيدك بشكل كثير كبير. لهون ما بدي اطول اكثر من هيك عن هذا الموضوع، بتخيل اني يمكن حكيت اللي بدي احكيه في هذا الموضوع، وان شاء الله اني اكون وصلت الفكره للناس اللي بتدور عليها. ولهون بقدر احكي لك انه اهلا وسهلا فيك على هذا الشانل، واذا انت مش مشترك بهاي التشانل فمش كثير راح يغلبك الموضوع، انزل تحت اعمل سبسكرايب، اذا شايف الموضوع حيكون مفيد اعمل له لايك واعمل له شير. قبل ما اروح راح احكي لكم انه في ويب سايت عم بيكون هذا الويب سايت عليه ملفات كبيره كثير، ملفات كثيره كثير عم بيكون فيها معلومات التواصل مع عدد هائل من الشركات، يمكن في 6,000 جهة اتصال على هذا الويب سايت، فبتقدر تدفع عليه تستفيد منه اذا بيفيدك باسعار جدا رمزيه www.jisoby.com. انا بقدر احكي لكم بالتوفيق جميعا واشوفكم فيديو جديد. سلام.